سليم سليم النهارده هيوريكم كل الاماكن اللي اتصور فيها عسل اسود يا جماعه. اول مكان بقى دلوقتي هو في المعز، شارع المعز، في حاجه اتصورت فيه، كانوا ماشيين كده في الشارع. بصوا هي دي القبه اللي كانت طالعه في فيلم وهم ماشيين في الشارع، شارع المعز هنا، وده شارع. طبعا شارع المعز على طول زحمه طول اليوم، وفي اي وقت بيبقى زحمه باستمرار، الصبح بالليل طول الوقت. ثم كانوا مصورين حاجه وكانوا ماشيين في الشارع ده. دي القبة اللي كانت طالعة في الفيلم، القبة دي والقبة دي والمكان ده كله، ده كله نفس المسجد، في ناس كتير قوي بتصور فيه. خليني احاول اوريكم المسجد من جوه، يعني المسجد ده مزار بيدفع تيكت عشان تصور او تشوف. تقريبا ممنوع تصوير في المسجد برضه، ممنوع تصوير ولا ايه؟ هو ده مسجد ايه طيب؟ الزايبر حلو. طب التيكت بكام عشان ادخل؟ 20 جنيه بس. ممنوع ان انا اصور فيديو؟ انا داخل عشان اصور فيديو فاتح. طيب ماشي. كما انا كنت عنده اسمه مسجد الظاهر برقوق، بس المسجد مقفول، او المسجد مفتوح بس للزياره كمزارات، بس الفكره انك تدخل تصور فيديو ممنوع فيه، اكيد مش هعرف ان انا ادخل، لان الهدف الاساسي اني داخل اصور فيديو، فاكيد مش هدخل المسجد يعني. بس شارع المعز اتصور فيه مشاهد كتيره، فعسل اوريكم القهوه اللي اتصور فيها مشهد في الفيلم. دي اكتر حته مشهوره عامه في شارع المعز هنا، من اكتر الحتت المشهوره هنا جدا. مشهورة جدا 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 الحتة دي. الفكرة يا شارع المعز في أوله بيبقى زحمة قوي، كل ما بتدخل جوه أكتر في شارع المعز كل ما بيكون أهدى، بيبقى فيه ناس بس مبقاش فيه عربيات وبيبقى أهدى شوية. زي دلوقتي كده الشارع فاضي أكتر شوية، تعرف إن أنت تمشي فيه، تعرف تشوف الناس فيه أفضل شوية من الزحمة اللي بره. حاجة جميلة قوي بصراحة، شارع المعز ده تحفة تحفة. هوريكم بقى دلوقتي المكان من احلى الاماكن في شارع المعز عشان متزين، الزينه بتاعته بجد رهيبه، والقهوه دي مشهوره برده اتصور فيها افلام، بس مش دي بتاعت عسل اسود. بس بصوا الزينه بتاعتها عامله ازاي، شكل الزينه جامده جدا بصراحه، زينه موجوده في كل مكان، شكلها رهيب. وعدس القهوه نفسها واخده التراث القديم كده، شكلها بصراحه حلو قوي قوي. الشارع كله عامه ضيق، الشارع كله زينه يعني، من اول الشارع لاخر الشارع كل دي زينه، فتخيلوا زينه في كل الشارع. الشارع ضيق جدا بصراحه، شكلها رهيب قوي. بصوا رهيبه عامة، ده بيتعمل كل سنة نفس الشكل ده كده، الزينة تلاقيها من أول لآخر الشارع، دي أحلى حاجة بصراحة هنا يعني. زقاق الدرب الأصفر هو ده، قلت لك اسمها كده زقاق الدرب الأصفر، رهيبة رهيبة. كده من اول الشارع لحد اخر الشارع نفس الزينه، منطقه جميله هيفوتكم كتير لو ما جيتوهاش في رمضان الصراحه. بس هنا حلو قوي 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 يعني. الجوامع في شارع المعز كلها نفس الستايل يعني، ده مسجد كده لقيته موجود تقريبا مفتوح مزار. الجوامع كلها واخده نفس الستايل في شارع المعز على فكره، وتصور فيها حاجات كتيرة بس مش متذكر بالظبط اسمها ايه، بس خليني اخدكم فيها جولة كده، هيبقى شكل الموضوع مختلف جدا. ايوه بتعمل ايه؟ انا زعيم. انت بتعمل ايه؟ بتذاكر؟ كويس؟ انت كويس؟ الحمد لله. بتذاكر ايه بالظبط؟ الاماكن. المكان ده؟ الاماكن كلها. ايه الاماكن كلها؟ مفيش تيكت للاماكن كلها. ازاي؟ ايه هي التيكت للاماكن كلها؟ يعني انت مش عارف انه في تذاكر؟ اعرف منين؟ طيب. في ناس لسه داخلين دلوقتي ولا في تذاكر ولا حاجة؟ فين دول؟ لسه داخلين حالا دلوقتي. تذاكر لايه بالظبط؟ انا مش فاهم. الشارع ده بقى فيه اكتر قهوه بتصور فيها حاجات كتير قوي، وبتتصور كتير في رمضان بشكل عام. قهوه اسمها قهوه ام كلثوم، ودي على فكره اللي اتصور فيها مشهد بتاع عسل اسود. هي دلوقتي قافله بس خليني اوريها لكم يعني. هي دي القهوه عامه، ده المدخل بتاع القهوه. هي بتبقى في العادي بتبقى مفروشه هنا، في العادي كل المكان ده مفروش، بقى فيه كراسي وحاجات كتير قوي. بس هي القهوه مشهوره بايه؟ ان هما بيحطوا فيها زي تمثال كده من بره لام كلثوم عشان اسمها قهوه ام كلثوم. ده المكان بتاعها تقريبا، مشهد القهوه كان متصور هنا مش متاكد قوي، بس الغالب انه صور في القهوه دي. وتاني مكان بقى رايحه دلوقتي هو المسجد اللي اتصور فيه مشهد بتاع عسل اسود لما اتسرقت منه الجزمه، اللي هو مسجد الحاكم بامر الله. المسجد ده في اخر شارع المعز، فلازم امشي كل ده عشان اوصل للمسجد، بس هو معروف قوي قوي هنا في شارع المعز.
يبقى الساحه بتاعت المسجد من بره يعني مسجد اكتر مكان كل ما هتروحوا المسجد ده هتلاقوا ناس كتير قوي بتتصور فيه. ندخل المكان ان شاء الله ما يكونش فيه مساجد، ما يكونش التصوير ممنوع عشان دايما التصوير ممنوع في كل مكان. فبصوا هو المكان اصلا شكله من بره تحفه، يعني شكل بس المسجد من بره رهيب، المدخل بتاع شكل الناس وهي فيه لازم بتلاقي بكره هنا حاجه تحفه بصراحه. هو المدخل بتاع المسجد نفسه هو كان خارج من هنا وما لقاش الجزمه، الحته دي ما لقاش الجزمه بتاعته. المخرج الاساسي بتاع المسجد كان في الحته دي، كان هنا الاول بعدين خلوا المدخل بتاع المسجد جوه، بس هو المخرج الاساسي بتاع المسجد كان هنا. دي بتاع المسجد نفسه شكل حقيقي رهيب جدا جدا. السلام عليكم. ايه؟ تفضل. الحاجات الغريبه انه ممنوع ان انت تحط الجزمه في اي مكان في المسجد، يعني دي ما كانتش موجوده قبل كده، بس نحطها بقى هنا كده في اي مكان. يا رب ما ارجعش الاقيها مسروقه. اخيرا دخلت المسجد من غير ما حد يقول لي التصوير ممنوع، التصوير ممنوع. وقت صلاه العصر المسجد جميل تحفه، المسجد حقيقي كل مكان فيه بس هو يستحق ان انت تقف تصور فيه، واخد كله نفس اللون ومساحه واسعه وكبيره، حقيقي حاجه غايه في الجمال، غايه في الجمال. بصوا احلى حاجه في المسجد هي الحمام الموجود في كل مكان في المسجد ده، حقيقي رهيب جدا جدا الحمام اللي في كل مكان. واحلى حاجه هو الستايل بتاع المسجد نفسه، يعني كله واخد نفس اللون نفس الشكل رهيب، غير المساحه يعني تخيلوا المساحة دي جزء صغير جدا من المسجد، كل واخد نفس المساحة ونفس الشكل. المسجد اتجدد مؤخرا، ما كانش بالجمال ده، اتبيض مؤخرا عشان ياخد كله نفس اللون. الحتة بقى اللي اتصور فيها احمد حلمي وكان بيصور في المسجد هي دي، كان بيصور القبة دي في المسجد، دي القبة اللي كان بيصور فيها في المسجد الجزء بتاعها، كان بيصور هنا. بصوا المساحة رهيبة، يعني انت داخل بس في مساحة كده راحة نفسية رهيبة، وبالاخص القبة اللي في النص دي، ودي برضو اللي اتصورت في الفيلم بتاع عسل اسود. القبة دي المفروض ان هي كانت مكان وضوء زمان، بس دلوقتي هي محطوطة كديكور بس، يعني كزينة الناس مش بتيجي توضى هنا، مكان الوضوء بتاعها ورا، بس دي شكلها حلو في المكان. المفروض ان هي معمولة ان هي تبقى ميضة بس مش بيستخدموها، يعني المفروض ان معمول فيها حنفيات ومعمول فيها كل حاجة بس مش بيستخدموها كميضة. يعني من احلى الحاجات بقى اللي في المسجد هي المداخل، انه في نظام كده معمول اللومات دي ان هي في كل مكان معموله بنفس النظام كده، شكلها حلو جدا بتود المسجد كله، مدخل المسجد كله. دي بصراحه احلى حاجه في المسجد، من خلال شكل المسجد حلو جدا جدا. احلى حاجه كمان ان المسجد ده بيدخل الاضاءه من كل مكان، فحقيقي هتحس ان انت في مكان مفتوح للتصوير، يعني لوكيشن تصوير مفتوح تعرف تصور فيه الحاجه اللي انت عاوزها واللي انت حاببها كمان. أجمل شيء بقى في المسجد انه برغم المساحة الجميلة دي والجمال ده كله، انه هتلاقوا بقى حمام في المسجد وفي مياه، فشكل الحمام ده بيبقى رهيب مع المسجد. بصوا لو موجود هنا في كل مكان تلاقوا الحمام ده والمياه جنبيه، فبصراحة دي أحلى حاجة، يعني المنظر بس نفسه كده أو شكل المكان نفسه وأنت موجود فيه، المياه دي طاهرة ونضيفة جدا. المياه دي نفسها طاهرة ممكن تشربوا منها، ممكن تصبوا منها، هي طالعة من الأرض. الحقيقة انه احسن حاجة في المسجد هي الساحة نفسها بتاعة المكان والاضاءة داخلها في كل مكان، فدي بصراحة مخلية المسجد حاجة تحفة. بصوا الشكل عامل ازاي، شكل الحمام رهيب جدا في كل مكان في المسجد، حاجة رهيبة الصراحة. شكل الحمام نفسه رهيب 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 رهيب. بصوا فالمكان ده حقيقي يستحق ان نتصور فيه عسل اسود ويتصور فيه افلام تانية كتير، كان جميل وعلى قد ما هو فعلا مشوق قوي للسياح وللمصريين، فلازم يبقى فيه اهتمام اكتر، اهتمام انه يتصور فيه حاجات اكتر، اهتمام انه يبقى محافظ دايما على النظافه بتاعته. الحمام والطبيعه بتاعه المكان دي احلى حاجه بصراحه.
دلوقتي بقى قولوا في الكومنتس ايه الاماكن اللي حابين تشوفوها الفيديوهات الجايه، سواء مسلسلات او افلام قديمه. انا سليم سليم، سلمكم الله.